السلام عليكم. شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك ويسلمك. شنو مخالفتك حجي؟ صحيح حزام الاموال. تمام سيدي، شنو مخالفتك؟ والله هو قالها الحجي، هاي المخالفه عدم، تفضل هنا سيدي. شنو مخالفتك؟ عدم ارتداء حزام الامان. نعم هاي وحده، وايضا شروط المتانه. شروط المتانه اكيد يعني ما متوفره بها هاي المركبه، يعني يحتاج لها هوايه امور. نعم ايضا الحمل. نعم هاي المركبه مخصصه، يعني مركبه خصوصي. نعم وليس لنقل الاغراض او غير ذلك، فما يجوز يحمل. زين يعني حجي سؤالنا هسه، انت قائد مركبه. نعم فيما يخص المرء الجانبي ضرورية جدا. كلام صحيح. شلون السيطرة بالشارع وشلون تنتبه؟ عندي هاي من انا ابغى بيها يمين يسار. نعم. وهم يعني منتبه، انا اساسا منتبه. يعني. منتبه، يمكن يجيك واحد ما منتبه. صحيح اكيد صح. صح لو غلط؟ صح. نصيحتك لنفسك والى سائقي المركبة. اكيد لازم يكمل شروط حجي. شروط المتانة ولا؟ صحيح. حتى ما لا، اذا تلاحظين يعني هاي المرآة الجانبية اليمين واليسار، يعني هذه ضرورية جدا لسائق المركبة. نعم. حتى إذا من يريد ينطلق على نهر الشارع هيلاحظ جهة اليمين وجهة اليسار. نعم. هاي يعني تعين السائق حتى يلاحظ المركبات اللي تنطلق من جانبه. ممكن يكون سبب أيضا هذا حتى يسبب حوادث يعني. نعم. خطيرة، احتمال هذا الحمل يوقع من المركبة. نعم. ويسبب حوادث يعني خطيرة على حياة المواطن. أشكرك. ممكن أي أحد من المارة أو الواقفين أنه حتى يتأذى بها، لأنه إحنا دا نشوف أكيد مسافات وأبعاد كبيرة يعني. صحيح، يعني سنلاحظ هذا البوري هذا واحد حيز أكبر من المركبة. شنو إجراءاتكم سيد؟ إجراءاتنا طبعاً هي مخالفة صريحة، طبعاً هي بداية هي عدم توفر شروط المتانة والأمان، عدم ربط حزام الأمان، يعني أكثر من مخالفة. زين سيدي سؤالي، إحنا نريد أحد المصورين ويانا فيما يخص هذا الموضوع. نعم. يعني أريد أسألك حجي سؤال، هاي الجونية ما أعرف شنو، يعني هل هاي مكانها صحيح؟ لا أنا أسمع منك. صحيح أكيد غلط. تنزل لنا من السيارة. كيس مالي. هذا شنو هو؟ هذا مال سكن، مال بورك، مال بورك؟ إي. زين حجي، أنت تسوق وعلى باب الله. صحيح. إذا وقعت هاي بالشارع سيارة ولا ما أمشي سرعة كبيرة، لا تمشي سرعة. ايه؟ قدر يريد يسرع. صحيح. صح لو غلط؟ صحيح. يعني هذا مو بس أذية لك، أذية ترى لأصحاب المركبات. سيدي بما يخص هذه المخالفات، وإحنا نتمنى أنه ننشر الوعي والثقافة المرورية، تعليقك؟ والله مثل ما قلت لك مقدمة، لا أكثر من مخالفة. يعني أولا الحمل غير صحيح، وحمل خارج يعني إطار المركبة. نعم. وأيضا كذلك عدم ربط حزام الأمان، عدم توفر شروط المتانة والأمان. نعم. أكثر من مخالفة، يعني إحنا نوجه الأخ سائق المركبة أنه لازم هاي الأمور كلها لازم تتوفر به قبل ما ينطلق بالمركبة. طبعا إحنا غايتنا هو نشر الوعي والثقافة والمرورية. قانون المرور واضح وصريح، وتكلم عن شروط المتانة والأمان بصورة واضحة وصريحة. أخوان المفروض سائق المركبة مهما كانت حالته المادية، مهما كان نوع مركبته، يشيكها بالأشياء الضرورية. يعني الباك لايتات جدا ضرورية. يعني شلون سائق المركبة اللي خلفك راح يعرف أنت شنو يعني اتجاهك، تريد توقف، تريد تستدار، تريد تمشي، شلون راح تنتبه على الشخص اللي بجانبك، شلون راح تنتبه على أبو الدراجة، شلون راح تنتبه على أبو السيارة. بالإضافة إلى معلومة جدا مهمة فيما يخص هذه الأعمدة فوق المركبة، كثير من الحوادث المرورية للأسف شاهدناها ممكن تكون سبب حادث مؤذي للآخرين. أبسطها أنه شخص دا يعبر مركبة أمامه، تسقط هذه الأعمدة، ممكن يسبب له مشكلة. إحنا غايتنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية، لكن تطبيق القانون ضروري، وأكيد إحنا نسعى لتطبيق القانون أول بأول.